بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين والمستمعات في إذاعة نجوم اف ام، أهلا بحضراتكم في الحلقة العاشرة من برنامجكم الحائفين، والموضوع عن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات والعصيان المدني. كل زمن وله أدواته التعبيرية والاحتجاجية، وكل لما الإنسان بيتحضر أكتر كل لما وسيلة الاحتجاج تبقى أكتر سلمية، ومش معنى أنها أكتر سلمية تبقى أقل خسائر من غيرها، بالعكس ممكن الوسائل الاحتجاجية السلمية دي ترتب خسائر مالية وبشرية أكتر من الوسائل الاحتجاجية العسكرية بس بالقوة الناعمة. وفي أدوات احتجاجية مبتكرة كانت من لوازم الأوضاع الجديدة، زي الإضراب عن العمل بعدم الذهاب إليه والاعتصام في العمل، يعني الموظفين والعمال يروحوا أماكن عملهم وما يشتغلوش، ولكن يفترشوا الأرض نوم وقعاد من غير شغل ومن غير مغادرة، زي الاحتلال لمكان العمل. كان زمان قوي محدش بيفكر في الاعتصامات ولا في الإضرابات لأن ما كانش حد هيسأل فيهم، فلو العامل أضرب عن العمل أو اعتصم في مقر عمله فرب العمل هيلاقي 10 غيره أو هيستغنى عنه ويشيله مرابعة كده عن طريق حراسه ويرميه بره ويقفل نشاطه اللي مش هينضر بغلقه ناس كتير. لكن بعد ظهور الثورة الصناعية في القرن 18 وإنشاء المصانع والشركات الكبيرة اللي بتعتمد على عشرات العمال أو مئات العمال وأحيانا آلاف العمال، فالوضع اتغير، خاصة مع تطور الحضارة بإنشاء نقابات عمالية لنصرة العامل في مواجهة رب العمل المتهم دايما بظلم العامل وبخس حقه، ونقابات مهنية لحماية أصحابها في مواجهة التنافس. واستغلت النقابات العمالية والمهنية في السيطرة والتحكم على اتجاهات العمال والمهنيين بسلاح الفصل من النقابة عند عدم الاستجابة لقراراتها السياسية، وعشان كده ظهر ما يعرف بالإضرابات العمالية والمهنية والاعتصامات كوسيلة ضغط لفرض طلبات العمال على رب العمل، حتى ولو كانت تلبية الطلبات دي هتخرب بيت رب العمل، زي طلب زيادة المرتبات بطريقة فلكية أو خيالية، فيتحول رب العمل من إنسان غني أو مستور الحال إلى إنسان مدين أو مفلس، خوفا من الوقوع في دين أكبر، لأن طلبات العمال بزيادة استحقاقاتهم المالية غالبا ما بتكونش مدروسة وبتكون معتمدة على الانتقام والحقد، عشان كده بتبقى طلبات خيالية وفلكية، والقوانين العمالية بتنحاز لصالح العامل باعتباره الطرف الأضعف، وكتير من القوانين بدأت تزايد في الانحياز أكتر لصالح العامل مما قلب الموازين، وصار أرباب الأعمال هم الطرف الأضعف أمام عمالهم، وأصبح إضراب العمال عن العمل واعتصامهم فيه هو السيف المسلط على رقبة رب العمل. وفي بعض الأحيان تتدخل أحقاد المنافسة لتأليب العمال على صاحب المصنع لإفشاله عن عمد، وفي وسائل احتجاجية قديمة بس ما كانش لها قيمة زمان أو كان تأثيرها ضعيف زي المظاهرات والعصيان المدني. ولما ارتقت الحضارة الإنسانية أكتر وظهر ما يعرف بالمنظمات الحقوقية الدولية اللي بتنصر المتظاهرين في أي دولة باعتبارهم ناس سلميين وبيطالبوا بحقوقهم السياسية، أصبحت المظاهرات وخاصة إذا كان عددها كبير لها تأثير كبير على نظام الحكم القائم، وخشية من التدخل الأجنبي لحماية المتظاهرين السلميين إذا زعموا مواجهتهم بالقمع أو بالعنف من قبل الشرطة ولو بالكذب أو بالافتراء، فإن النظام الحاكم سيتدخل بإقالة وزير أو بإقالة الوزارة بأكملها عشان يهدي الجو مع المتظاهرين ويرجعوا بيوتهم تاني. ولو فشل النظام الحاكم في تهدئة أجواء المتظاهرين خاصة مع دعمهم من جهات مخابراتية أجنبية وافتعال ما يستوجب التصعيد، زي ما بيندس فيهم خاين يقتل بعض المتظاهرين منهم فيهم وتتهم فيها الشرطة، واحتمال أن النظام الحاكم هو نفسه اللي يعاند أو يتأخر في إقالة الوزارة أو تلبية أهم طلبات المتظاهرين مع وجود الخيانة في إدارة المظاهرات وتأجيجها، فالأمر يمكن أنه يتطور للعصيان المدني لا قدر الله، لأن العصيان المدني هو الطريق الموصل للحرب الأهلية. العصيان المدني معناه إيه؟ معناه بلطجة عامة من المواطنين، استخدام المرافق من الكهرباء والمية والغاز والتليفون والمواصلات العامة وعدم دفع الفواتير أو الأجور، الامتناع عن تسديد الإيجارات مستحقة للحكومة أو أقساط البنوك، إغلاق الدواوين الحكومية ومنع الموظفين من الوصول إلى مقر عملهم، إحداث حالة شلل في حركة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، مطاردة رجال الشرطة
الشرطة حتى تحدث حالة فوضى بنهب المحال التجارية وسرقة البنوك وخطف الأموال وانتهاك حرمات البيوت بالسرقة والاغتصاب وغير كده مما يحتم مواجهة الشعب بالشعب، فتحدث الحرب الأهلية اللي لو قامت فمن المستحيل إخمادها قبل 50 سنة، لأن هيبقى فيه طار مبيت عند الجميع، بعض الشعب من بعض. وزي ما اتضح لحضراتكم إن وسائل الإضراب والمظاهرات والعصيان المدني بقى لها سعر في العصر الحاضر، من جهة إن النظام العالمي اعترف بيها عشان يستخدمها لما يعوز فيما أسماه الفوضى الخلاقة عن طريق تدريب نشطاء إزاي يديروا الإضرابات والمظاهرات وإزاي يصعدوا فيها الطلبات ويكتروها شوية شوية بهدف كسر كبرياء جهات الإدارة وإجبارها على الاستقالة والانسحاب. ونفس الأمر يعملوه مع الإدارة الجديدة عشان تظل المصالح بدون إدارة فتنهار الإدارة وتحدث الفوضى، وإذا ما استجابتش الإدارة الاستقالة يبقى نجاح النشطاء دول إن هم يستمروا في هتك حرمة الإدارة وإسقاط احترامها في عيون الناس بحيث يكون وجودها كعدمه. والعجيب إن الاتجاه اللي سرق اسم الإسلام لنفسه ووصف نفسه بالطيار الإسلامي كان بيتآمر على أوطانه العربية في التخديم على النشطاء اللي بيتم تدريبهم في الغرب على إدارة الإضرابات والمظاهرات ويمنحهم غطاء ديني أو شرعي بإن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات حلال حلال، ويسألهم أدلة في القرآن والسنة ويطوعوا شرح النصوص دي على شرعنة الإضرابات والمظاهرات. وده ظهر في أول التمانينات في القرن اللي فات وبالتحديد في السنة الأخيرة لحكم الرئيس السادات، وإحنا ما استوعبناش الدرس، بالعكس كنا بنظن في أسماء مشايخهم إن هم حضاريين قوي لأن هم بيجاروا العصر في أدوات احتجاجه الجديدة، وقلنا هو ده تطوير الفقه الإسلامي، مش مدركين إن المشايخ دي بتخدم على الغرب في تدريب شباب مصري وتونسي وشباب ليبي وسوري ويمني وسعودي وكويتي على إحداث البلبلة في أوطانهم وتشجيع المواطنين على المظاهرات والاعتصامات والإضرابات. الحمد لله على كل حال إن إحنا فهمنا بعدين، لأن كان ممكن نعيش بقيت عمرنا مش فاهمين، فضل ونعمة إن إحنا فهمنا ولو متأخر. صحيح دفعنا تمن غالي قوي في كراهية بعض أفراد الأسرة لبعضها وفي إغلاق مصانع وشركات كبيرة وتسريح عمالها، وبعدين سرقة حكم مصر في 2012، وكله كان بغطاء ديني أو شرعي من مشايخهم. وهنكمل لحضراتكم بعد الفاصل. عدنا لحضراتكم وأهلا بيكم من جديد في برنامجكم الحق فين. البداية كانت بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 537 الصادر في أول أكتوبر سنة 1981، يعني قبل اغتيال الرئيس السادات بأسبوع، بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان فيها نص على إن مصر بتوقعها على المعاهدة دي فيعتبر توقعها بمثابة عهد إنها تكفل حق الإضراب عن العمل. فالرئيس السادات البرتاب من البند ده لأنه زي ما يكون شايف المخطط والمؤامرة اللي هتحصل في الربيع العربي بعد 40 سنة، فكتب تأشيرة خلص نفسه فيها من ربنا. بتفكرني بالكلمة اللي قالها الرئيس السيسي لأصحاب الخطاب الديني في مصر في احتفالية المولد النبوي الشريف السنة الهجرية دي 1436، يعني من حوالي 7 شهور، لما قال لهم والله لا أحاججكم يوم القيامة لأن عدم قيامكم بتنوير الناس بالفكر الدين الصح هو اللي وراء تجنيد الشباب في المنظمات الإرهابية باسم الإسلام. هنا كأن ربنا بكلمة الرئيس السيسي دي بيرد اعتبار الرئيس السادات اللي كان ممكن ببساطة يوقع على الاتفاقية الدولية دي من غير شرط، ولكنه أراد إنه يحتمي بالشريعة الإسلامية اللي رفع شعارها الإخوان وطلعهم من السجن عشانها. الاحتمال تكون نيتهم حلوة وإحنا ظلمناهم، فعلق الموافقة على المعاهدة اللي هتلزم مصر برعاية الإضرابات والاعتصامات على عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. كان الرئيس السادات موهوم في إن الإخوان وأصحاب التيار اللي مسمي نفسه إسلامي احتمال يكونوا بتوع ربنا بصحيح، وعبد الناصر أساء الظن فيهم فرمى الاتفاقية
اللي بتتعهد بحماية الإضرابات والاعتصامات في ملعبهم، وكان طبيعي منتظر منهم إن هم يقولوا إضرابات واعتصامات إيه، ده كلام باطل لأنه هيؤدي إلى الإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد، والعامل المظلوم أمامه القضاء اللي هينصفه بالعدل، مش هيعتصم أو يضرب عن العمل مع زمايله عشان ياخد اللي هو عايزه بالدراع. ده ربنا نهى عن أخذ مال الغير ولو كان تحت اسم زيادة المرتبات من غير تراضي أطراف التعامل، وإلا يبقى أكل مال الناس بالسحت ويعتبر هو ده الظلم بعينه. لكن العجيب اللي حصل هو إن التيار اللي مسمي نفسه إسلامي طينها قوي. أول حاجة قام باغتيال الرئيس السادات بعد 5 أيام من تأشيرته اللي كانت في أول أكتوبر سنة 1980، وعلق الموافقة على الاتفاقية اللي بترعى الإضرابات بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعرضها معاه. تاني حاجة تم تسليط مشايخ الإخوان والتيار اللي مسمي نفسه إسلامي على المصريين والشعوب العربية في الفضائيات والمؤتمرات والندوات والمطبوعات والصحافة والنت للترويج لشرعنة الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات ولي النصوص الشرعية، لدرجة إن هم قالوا إن القرآن الكريم والسنة المطهرة هم أول من قالوا بمشروعية الوسائل الاحتجاجية دي. شفتوا النصب وصل لحد فين؟ وللأسف كنا بنصدقهم عشان الإعلام والدعاية عملت لهم سعر كما لو كانوا وكلاء ربنا في الأرض. وغاب علينا نقول لهم إذا كانت الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وسائل قرآنية ولا وسائل نبوية، فليه ما ظهرتش إلا على إيد الغرب مؤخرا؟ هو إحنا المسلمين ما بنفهمش القرآن والسنة لحد لما الغرب يفهمنا؟ أنا ما بحبش أقول أسماء في معرض النقد أو الذم، بس المسألة دي خطيرة ولازم تعرفوا فيها أسماء المشايخ اللي شرعنت الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات عشان تلموا أطراف القضية. أولهم الدكتور يوسف القرضاوي اللي واصف نفسه مع بعض أصحابه بأنه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار علماء بالسعودية، والدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية سابقا، والشيخ سلمان العودة. أما أدلتهم على مشروعية المظاهرات والإضرابات والاعتصامات من القرآن فقالوا قوله سبحانه عن زوجات سيدنا النبي: إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شفتوا العبث بآيات ربنا؟ بقى آية وردة في سياق دعوة ستنا عائشة وحفصة زي مراد في التفاسير لحسن العشرة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كزوجتين مخلصتين، وعدم التظاهر يعني عدم التعاون على ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم وتقولوا ده دليل على مشروعية المظاهرة. وفي السنة بيستدلوا على مشروعية الأدوات الاحتجاجية دي بما أخرجه الطبراني والبزار بسند حسن عن أبي جحيفة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك على طريق، فطرحه، فكان كل من مر به قال: ما شأنك؟ فيقول: جاري يؤذيني. قال: فيدعو عليه، فجاء جاره فقال: رد متاعك فإني لا أذيك أبدا. قالوا ده دليل على مشروعية الاحتجاج بالمظاهرات والاعتصامات والإضراب. شفتوا التأويل الفارغ؟ لو كان الحديث ده صحيح تبقى دي حالة فردية ولا اعتصامات جماعية وإضرابات جماعية ومظاهرات جماعية عشان تحصل فوضى ونلغي القضاء وكل واحد ياخد حقه بإيديه أو بحشد الأتباع؟ الفساد لو تم باسم الشيطان أهون من إنه يتم باسم الإسلام، بس لازم نحترس من سموم اللي وصفين نفسهم بمشايخ التيار الإسلامي. اسمع لقوله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أنا مش هعيب على من ابتكر وسائل الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات والعصيان المدني، لكن أنا عايز أنادي بمؤاخذة المفكرين والمصلحين والعباقرة الإصلاحيين. فين ابتكاراتكم عشان تفوتوا على المفسدين إفسادهم وتعملوا من الفسيخ شربات أو تخترعوا لنا مصل أو تطعيم تحصنوا به الشعب من المؤامرات والفتن عشان الشعب يطمئن
يطمن على مستقبل ولاده وأحفاده، وإذا كان للصايم دعوة مستجابة فيا رب نور بصيرتنا وعرفنا الحق فين وارزقنا اتباعه. وإلى لقاء بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من الحق فين.